السلام عليكم حبيبات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وفي الف خير يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. مهم الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم واحد البغرير كيجي مزيون، يعني بمقادير مضبوطه وبدون اختمار، كيمكن لك تحضره في اخر لحظه. كما انه يعني كيتحضر غير بالسميد، يعني ما كنحتاجوش نخلطوا معاه الدقيق الابيض، كيجي خفيف وما كيجيش معجن، يعني كيجي بحال الشهده كيف ما كتلاحظوا. فخليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله نبدا اخوتي. فبالنسبه للمقادير ان شاء الله غادي نحتاجو 3 الكيسان ديال السميد الناعم، ونفس الكاس غنعبروا به الماء. غنحتاجو 4 الكيسان ديال الماء دافي، ثم غنحتاجو المهم 16 غرام ديال خميره الحلويات، واحد 10 غرام تقريبا هيداك ديال خميره الخبز، ونحتاج واحد مغرفه صغيره ديال السكر، والملحه كتبقى على حسب الذوق. كندوزو اخوتي ناخذ واحد الاناء وكنديروا فيه شي شبيكه بحال هكا، شي صفايه بحال هيدا، ولا كنديروا شي غربال، المهم كنغربلو السميده ديالنا. اللي كيميز هذا البغرير انها كنديروا فيه غير السميده، ما كنخلطوش فيه الدقيق الابيض. بعض المرات اللي كنلاحظوا ان شي بغرير اللي كيكون فيه مخلط يعني الدقيق الابيض كيتعجن بعض المرات، فهذا يعني ما تخافوش منه، كيجي غزال لانه معدل غير بالسميده. كنضيفوا يعني الملحه كيف ما قلت لكم كتبقى على حسب الذوق، المهم انا درت مغرفه صغيره. ثم كنضيفوا مغرفه ديال السكر، يعني كنبعدوها شويه على الملحه، ما كنديروهاش في جنب الملحه. ثم كنضيفوا الخميره ديال الخبز كيف ما قلت لكم 10 غرام. فهذه مقادير مضبوطه وما تخافوش منها. نفس الكاس اللي عبرنا به السميده هو النيت اللي كنعبروا به 4 الكيسان ديال الماء دافي. ما ديروش اخوتي الماء بارد لانه ما غاديش يخلي البغرير يعني يتخمر. نحن هذا ما غنخليوهش يخمر نيشان، انا غادي نطيبوه غير شنو اذا درنا الماء بارد راه ما غاديش يصدق لنا البغرير. كناخذ اخوتي هذا الميكسور وكنخلط به يعني المكونات ديالنا. اللي بغى يستعمل الخلاط الكهربائي ماشي مشكله، يعني يبدا بالماء هو الاولاني ثم يضيف الاضافات الاخرى. المهم كنستمروا في التخلاط مزيان حتى كتطلع لنا واحد الفقاعات من الفوق، تقريبا المده ديال التخلاط واحد 7 ديال الدقائق هيداك. ثم كنضيفوا يعني الخميره ديال الحلوه ديال 16 غرام، وكنستمروا في التخلاط حتى كنحسو تقريبا هاد المده هادي ديال التخلاط مره ثانيه كنديروها واحد 5 دقائق باش ديك الخميره كتنسجم لنا مزيان وما كتبقاش يعني محبه لنا، وكنحصلوا على واحد الخليط يعني داير واحد الفقاعات من الفوق بحال يعني بحال البغرير. هو الضروري كتحصلوا على هاد النتيجه هادي. فمن بعد ما سالينا يعني التخلاط ديال المكونات كيف ما كتلاحظوا يعني ضروري كنحصلوا على هاد الفقاعات من الوجه ديال الخليط. فبعض المرات انا نوري لكم لا تيكستور ديال الخليط كيفاش خصو يكون، حيت بعض المرات السميده كتختلف من نوع لاخر. اذا حصلتوا عليه يعني مازال ثقيل خصكم تزيدوا له شويه ديال الماء، واخا نص كاس مثلا ديال الماء هكاك على حسب نوعيه السميد اللي استعملته. فغادي نخليوها يرتاح دقيقه هاد المكانه ما نفوتوهاش بين ما سخنا المقله وندوزو نطيبوه. اول حاجه غادي نجربو باش ما نضيعوش الخليط ديالنا، كنجرب بواحد المغرفه صغيره هيدا، نشوف كندير غير واحد الكونتيتي بحال اللي شفتو، ونشوف واش غادي يعني البغرير ديالنا واجد اننا نطيبوه اولا باقي خصنا نخليوه واحد شويه يعني شي جوج دقائق. كيف ما كتلاحظوا ها هو يعني كيدير الفقاعات، فالبغرير ديالنا واجد نطيبوه نيشان، ما يحتاجش اننا كيف ما قلت لكم اننا نخليوه يختمر. كيجي غزال، كيجي مثقب زعما بحال الشهده وماشي معجن، كيجي فن. فغادي نبداو ان شاء الله يعني نطيبوا البغرير ديالنا. انا ما غاديش نسرع الفيديو، غادي نخليه كيف ما هو باش تلاحظوا البغرير كيفاش كيجي مثقب. حنايا كاملين بينا يعني انا وحده منكم اذا ما تثقبليش البغرير كنتعصب، فلهذا ملي كنشوفوا تصور انني ملي كنكب المغرفه الاولانيه كندور وجهي كندور وجهي باش نشوفها واش غادي يتثقب ولا لا، باش كندور كنلقى المفاجاه. حيت شحال مره والله العظيم قبل من هكا قبل ما نقدر هاد المقادير هذه اللي مضبوطه قبل ما كان شي كيصدق لي صراحه. ف
كنفرح بزاف ملي كنشوفو هيدا، جاني مثقب وجاني كيشهضه. انا قربت لكم الكاميرا تشوفوا. فتبارك الله احنا كاملين بينا كنعرفو نديرو البغرير، ماشي غادي نقول لكم. مي هاد البغرير انا درتو كي المبتدئات مساكين، يعني كي يدخلوا كي يبغيو وصفات بحال هكا يعني ساهلين. فكنتمنى ان شاء الله نكون مفيدة لاي وحدة فتشت على وصفة البغرير ان شاء الله. فان شاء الله اذا عجبتكم الوصفة وطبقتوها فغتنجح معكم يعني من التجربة الاولانية، وغتولي عندكم هاد الوصفة معتمدة ومعمرة تحشمكم ان شاء الله. فهو كي يعني يمكن لكم تحضروه في اخر لحظة كيف ما كتلاحظوا، يعني كيجي في حال الشهدة. وانا حاولت يعني نبينه لكم يعني مع الضوء ديال يعني الشمس، حيت هذا عدلته انا في الصباح تقريبا مع 7 الصباح دابا. وكيف ما كتلاحظوا يعني كيجي خفيف وترونسبارون، يعني كيبين شنو كاينه كيف ما كتلاحظوا في الصوره. يعني انا بغيت قويت عليكم بالهضره بزاف، وليني كنبغي نشرح لكم اهم حاجه اخوتي. ضروري 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 المقلة تبردوها من الظهر ديالها، وما تخافوش منها. المقلة ما عمرها يعني تعوج لكم، يعني تقولوا انكم غتكبوا عليها الماء بارد غتعوج لكم ولا شي حاجة. بالعكس، انا دائما هذه هي الطريقة اللي كنستعمل، كنكب عليها يعني دغيا رشيشة الماء وكنحطها فوق البوطة ونستمر يعني في التطياب ديال البغرير ديالي، وغنستمروا هكا حتى الاخر يعني تتساليو الكونتيتي اللي عندنا وتشوفوا النتيجه كيفاش عامله. كون اكيد هيعجبكم، هيعجبكم وكيجي لذيذ، وزعما ما عمرو يحشمكم مع ضيافكم. هانتوما لاحظوا كيجي مثقب بحال الشهده. بالنسبه للمقله اللي كنستعمل انا، عندي تيفال وعندي هادي، كنت خديتها هادي غير من بيم وصدقت ليا زعما حتى هي مزيونه كطيب لي البغرير مزيون. مخليها صراحه انا غير البغرير، والثمن ديالها ما كانش غالي بزاف يعني كان مناسب. ف حتى بغيت نقول لكم عاوتاني واحد النصيحه اخرى، ملي تفزقوا شويه المقله من الظهر ديالها وتحطوها فوق البوطه العافيه، يعني ملي تكبوا الخليط ديالكم ما تكونش ناقصه، يعني تكون شويه مجهده باش البغرير كيتثقبنا وكيجينا مزيون ما شاء الله. وكنستمروا على هذه الطريقه حتى كنساليو الكميه اللي عندنا. تقريبا هذه الكميه اللي عطيتكم تبارك الله راه كتخرج تقريبا واحد 22، يعني بالحجم يعني انا اللي درت كاين اللي كيبغيهم كبار، انا كيعجبوني غير هيدا ستيتوين 22 حبه تقريبا. من بعد ما كيطيبوا لنا كنديرهم على واحد زويف، ما نحطهمش فوق شي طبسيل ولا شي حاجه، لا ضروري نحطهم هيدا فوق شي زيف حتى كيبردوا لنا. فان شاء الله اذا جربتوه غادي يولي هو المعتمد عندكم كيف ما كنقول لكم. وضروري تستعملوا يعني واحد هيدا واحد مغرفه تكون ديال البلاستيك، ما تكونش يعني ديال الحديد ولا شي حاجه باش ما تقربش لكمش المقله. انا عندي هذيك ديال البلاستيك دغيا كتجيني سهله بالنسبه للمقله ما كتكربش علي شي.
فكانت هذه اخوتي هي وصفتنا ديال اليوم. كيف ما كتلاحظوا البغرير كيجينا غزال، انا هذا هو المعتمد عندي حاليا، ما كيحشمنيش كنوجده في اخر لحظه. فحال اللي قلت لكم انا وجدته للفطور تقريبا هذه الساعه، باش المهم نط مع ديك 7 الصباح وجدته في يعني في دغيا دغيا كيوجد، ما كيحشمكمش، ما كيحتاجش انكم تخليوه يخمر. هانتوما كتشوفوا يعني كيجي بحال الشهده، ما معجنش، كيجي غزال، والله عمره ما يحشمكم زعما. فانا قدمته مع اتاي واتاي ما يخطرناش وما يخطر حتى شي دار. انا كيعجبني البغرير مع اتاي صراحه. فبالصحه والراحه اخوتي، قدمته انا مع كل واحد كيفاش كيبغي ياكلو. انا هذيك زبده بلديه دوبتها، كتعجبني بالزبده بلديه صراحه، دوبتها ودهنت بها البغرير ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا غادي نقطعو حداكم باش تشوفوا بانه ما كيتعجنش بتاتا، حيت هذا فيه غير سميده يعني ماشي طحين او لا شي حاجه. وواحده اخرى درتها بالزويته بلديه، كاين اللي كيعجبو بالزيت البلديه والسكر، داك الشيء كتبقى على حسب الاذواق، كل واحد كيفاش كيعجبو ياكلو، كاين اللي كيعجبو بالعسل. فكنتمناكم تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا الاخبار. كنشكركم بزاف على المتابعه والتتبع، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.